الاول القانون الماليه راه عبرت عليه انا والشناوي عبرنا والمقترحات اللي قدمنا هو ما فيه حتى شي جديد، فيه مواصله نفس الاوراش اللي حكومه اغلبيه ويمكن جزء من المعارضه حتى هما غاديين في نفس التوجه. حنا طارحين اشياء جديده البديل، وكنعتبروا بان المغاربه محتاجين لواحد المقترحات اللي هي بديله. فهاد المقترحات كاين اولا وقبل كل شيء تحويل الميزانيات من القطاعات الاخرى لقطاع التعليم والصحه، وتبينا بالارقام بانه ممكن. هذا كيرجع غير للاراده السياسيه، ما كايناش عند الحكومه ولكن كاين عند اطراف اخرى من حنايا. فهنايا كتوجه المغاربه كنقول لهم لا بغيتيو شي برلمان يصادق على شي مشروع قانون ماليه بديل، وراه خصكم ملي تجي الانتخابات تحملوا حتى نتوما مسؤوليتكم، تقيدوا في الهواء، ايه تسجلوا ترشحوا ولا ما عجبكم حتى واحد ترشحوا. هذا شيء مهم. كذلك اقترحنا عدد الاشياء فيما يتعلق في المنظومه الضريبيه ديال المغرب اللي هي غير عادله. اقترحنا مثلا في الضريبه على الدخل نوحدوها، كل شيء يولي يخلص نفس الضريبه، ولكن نقولوا النسب تولي ضعيفه للطبقه الوسطى، نهبطوها دونك ينقص من مداخل الدوله اكيد، ولكن بالمقابل كنزيدوا على الطبقه العليا بطريقه معقوله، وهذا الشيء يمكن يخرج للميزانيه الدوله عشرات المليار ديال الدرهم اللي بها عدد الاشياء يمكن لها الدار. كذلك كنقترحوا ضريبه تصاعديه على الثروه، معقولة جدا، كتبدا في 0.1% من الثروة ديال الأغنياء، وضريبة تصاعدية على الإرث. هذه بغيت نفسرها، حيت في الأول كانوا كيقولوا راه كتناقض مع الدين وداك الشيء كله، ما كتناقضش، كاينة في مدونة الضرائب. هذا المشكل اللي فيها اليوم في المغرب هي 1%، هذيك 1% غير عادلة، كيخلص الفقير والغني. حنا كنقترحوا تكون لي تصاعدية، الفقير يخلص غير شوية وأنت غادي وكتطلع حتى كتأدي واحد الضريبة اللي هي معقولة، اللي بها يمكن لنا نخلقوا ذاك التوازن في الميزانية ديال الدولة والتضامن. الشعار انا اللي كنحاول نقدم هو التضامن العادل بين الاجيال. راه بهذه الضريبه التصاعديه على الارث يمكن لنا نمولوا نعموا التعليم الاولي لجميع ابناء المغاربه، واي حاجه اجمل من هذا الشيء. الواحد ملي كيتوفى خلى فلوس لوليداتو بصحتهم وراحتهم، ياخذوا نسبه كبيره 70-80% ويخلي واحد الجزء اللي يمشي اولاد الفقراء باش حتى هما يكون عندهم التعليم الاولي. وحنا عارفين ان التعليم الاولي الا ما قريتيش راه ما تنجحش، دونك خاصك تدخل التعليم الاولي. فهذو هما المقترحات ديالنا بديله اللي مع الاسف ما قبلوهاش، ولكن كترجع التشكيله اللي كاينه في البرلمان. اللي البرلمان راه كيمثل 6 مليون المغاربه على 25 مليون اللي في سن الرشد اللي يمكن لهم يصوتوا. هاد 6 مليون عطاتنا البرلمانيين اللي ما متفقينش معنا، ما احترمهم، ولكن المغاربه بغاو شي بديل من هاد الحجم اللي كنتكلموا عليه. خاصها هي جايه انتخابات يتحملوا مسؤوليتهم، لا ما عجبناهمش حنا يترشحوا هما. انا كنقول لهم بكل صراحه بكل شفافيه يترشحوا، غير ما يبقاوش جالسين في جورهم. هما قبلوه اتفقوا مع بعضياتهم، انا دخلت في واحد النقاش معهم حيت كنت انا مع عمري انا كندير معارضه بناءه، كون وصلنا لشي نقولوا ماده ولا صياغه توافقيه كنت نقبلها. هي مع الاسف وصلوا لواحد الصياغه اللي ما قبلوش بعض الاشياء اللي اقترحنا حنا عليهم، فبالتالي ماشي مشكل، هما دوزوها صادقوا عليها قابلين، احنا ما قابليناش. كنعتبروا بان هذا ضرب في العداله والحق لاي مواطن في الولوج الى القضاء وتنفيذ القرارات ديال القضاء. فهذا بالنسبه لنا انا مرفوض زعما. وهذا الشيء انا ماشي رجل القانون بالضبط، ولكن باستشاره مع الناس اللي ديال القانون ديالنا في الفيدرات اليسار الديمقراطي اعتبرنا بان هذا غير مناسب. وغالبا يمكن حتى لا داز القانون دابا راه كيتصادق عليه وداز في مجلس المستشارين، لا داز بهذه الصياغه، راه يكونوا تدابير اللي هي قضائيه اللي يمكن مرافعه للمجلس الدستوري، حيت هو كيتناقض حتى مع الدستور، هذه الماده كتناقض مع الدستور. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.